عسلامة، مرحبا بكم على قناتنا الأخبارية الحياة لافي. كيف متعودتوا في كل يوم عنا أخبار وأحداث جديدة ومتنوعة. اليوم باش نحكيو على الاجتماع الطارئ الوزاري للنظر في قانون الطوارئ الصحية اللي ديجا يطالبوا به العديد من الأطباء. قالت رئاسة الحكومة في بلاغ لها بأن اجتماع مجلس الوزراء المنعقد صباح يوم الخميس 8 جويلية 2021 بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة ينظر في قانون الطوارئ الصحية الذي يمكن للحكومة من صلاحيات كبرى في إطار ضبط الوضعية الصحية واتخاذ إجراءات استثنائية بهدف التصدي لانتشار الوباء وحماية صحة الأشخاص وسلامتهم. وقتاش بركة باش تطلقوه هذا القانون لحالة الطوارئ؟ خلينا على الأقل ننقذ الناس من الموت، قاعدين نراو في آلاف الموت راه يوميا. ويمكن قانون الطوارئ الصحية وفق بلاغ لرئاسة الحكومة خلال حالة الطوارئ الصحية من إقرار الحجر الصحي الجزئي أو الشامل وتحديد ومراقبة إقامة الأشخاص المصابين والمشتبه بإصابتهم والحد من تنقلاتهم بما في ذلك العزل بمحل سكنهم ووضع قيود على حرية نقل الأشخاص والعربات ووسائل النقل وغلق الفضاءات والمحلات المفتوحة للعموم ومنع تنظيم التجمعات والأنشطة والتظاهرات بمختلف أصنافها. كما يتيح هذا القانون لرئيس الحكومة إقرار إجراءات استثنائية ذات طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي لمعالجة التداعيات المنجرة عن تطبيق الإجراءات الاستثنائية المتخذة خلال الطوارئ الصحية. ويمكن قانون الطوارئ الصحية من فرض عقوبات عند مخالفة التدابير الصحية الوقائية، وتتراوح العقوبة من الخطايا المالية إلى الإكراه البدني حسب مجلة الإجراءات الجزائية. إن شاء الله يطبقوه بركة. ما تنساوش لايك واشتراك وتفعيل الجرس، ونقولكم باي باي.